عايزة تقولي عليه مرجقونة ولا بريوش أو حتى بونبوني مفيش مشكلة. وصفتنا النهاردة وصفة فرعونية بنعملها دايما في شم النسيم أو أعياد الربيع. كل اللي أقدر أوعدك بيه النهاردة أني هقولك على الطريقة الصح وكمان المقادير المظبوطة. تابعوا معايا الفيديو للآخر ويلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. معايا معلقة كبيرة من السكر، عليها نص كوباية من المية الدافية، وباكو من الخميرة الفورية. هتختبري بمعنى أصح الخميرة بتاعتنا عشان العجينة بتاعتنا النهاردة تطلع مظبوطة. هنستخدم النهاردة للمقدار بتاعنا كيلو من الدقيق، يعني كل المقادير اللي هقولك عليها النهاردة دي لكيلو واحد بس من الدقيق. عايزة بقى تكتري براحتك مفيش مشكلة. رجعتوني الأيام زمان، أيام ما كانت جدتي بتجمعنا كلنا، بس ما كناش بنعمل كيلو دقيق، قولوا 10-15 كيلو. أنا النهاردة عاملة كيلو على قدي. المهم بضيف على كيلو الدقيق دوت معلقتين كبار من الحليب البودر، معلقة من البيكنج بودر، وكمان رشة ملح، كوباية من السكر البودر، وكوباية من الزبادي. عارفة بقى كوباية الزبادي دي بتديله طراوة حلوة جدا. كمان معلقة كبيرة من الخل، وعدد 2 بيضة بس الكيلو دي، وما تزوديش عن كده. معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، ودايما بقول لكم استخدموا الفانيليا السايلة لان تأثيرها بيكون اقوى. طيب دي الخميرة بتاعتنا اللهم بارك اختمرت وبقت معايا بالشكل ده، هي كده تمام. طيب انا ضفت هنا الخميرة، وبعد ما ضفت الخميرة نفس المج او نفس الكوباية اللي انت كنت عاملة فيها الخميرة بتضيفي ليها نص كوباية مية، وتبتدي ان انت في الوقت ده تبسيه الاول، وبعدين تروحي على عجان تعجني او حتى تعجني بايديكي مفيش مشكلة. بتفضلي تعجني وتزودي في المية بالتدريج لحد ما العجينة تلم معاكي وتكون ملزقة في الاول. في الوقت ده بتوقفي عجن خالص، وبتضيفي نص كوباية من الزيت، نص كوباية من الزبدة او السمنة. حلو جدا لما بنعمل ميكس بين الزبدة والزيت لان بيديني طعم حلو جدا. العجينة بتاعتنا بقت لينة وطرية، بس خلي بالك هي ما بتلزقش معايا في الوقت ده. بس لو ما طلعتش معاكي بالشكل والنتيجة دي، تعرفي ان البريوش بتاعنا او البونبوني او المنجقونة حسب ما بتسموه مش هيطلع تمام. بتسيبيها تخمر، قولوا مثلا لمدة نص ساعة، طبعا لو الجو حر بتخمر في السريع، وزي ما انت شايفة معايا انا لما سبتها تخمر هنا ما اخدتش العجينة واديتها البوكس التمام عشان افرغ منها الهواء، لا انا سبتها زي ما هي ما تفرغيش منها الهواء خالص. بتبتدي ان انت تقسميها لاربع قطع، وبعد كده كل قطعة فيهم تقسميها لقطع تانية صغيرة. انا عايزاكي هنا بقى لما تيجي تشكلي كده تعملي اشكال كتير. زمان كنا بنعمل شكل التليفون، شكل الوردة، شكل البونبونية، اشكال كتير. بس انا النهاردة الحقيقة اكتفيت بشكل واحد بس، وهو شكل البونبونية الصغيرة. صغري بقى هنا على قد ما تقدري، لان حجمها بيتضاعف ويزيد، واحنا في الاول وفي الاخر عايزينها تبقى ايه، حجمها صغير. وانت بتشكليها الدورية اللي انت بتعمليها دي اخرها لازم تلفيها وتروحي ايه، قفل عليها حلو عشان ما تفكش معاكي. بتسيبيها تاني لمدة بقى 15 دقيقة ترتاح، وبمعنى اصح تخمر تاني، نديها برضو فرصتها كده. وفي الوقت دوت ببقى محضرة صفار بيضة، معلقة صغيرة من الخل، عليها كمان الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر اللي متاح عندك، وتروحي من فوق الوش كده ايه برفق خالص، مغرقة وشها، وعليها السكر، وياريت السكر هنا يكون خشن عشان يقرمش معاكي ويبان طعمه بعد التسوية. في الوقت ده الفرن بتاعنا كان شغال على درجة حرارة 180، بتدخل الفرن على الرف الاوسط مدة لا تقل عن 15 دقيقة بدون ما تشغلي شواية. يعني الشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده واللون الذهبي الحلو ده بدون شواية خالص. وهنا بقى انا مش عايزة غير حاجة واحدة بس، ان انتوا تدعولي دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل لصلاح الحال. انا كده خلصت فيديو النهاردة، اتمنى ان كلكم تجربوا البريوش او المنجاونة او البونبوني حسب ما بتسموه، وتقولولي كمان على مقاديركم زي مقاديري ولا فيها اختلاف. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.